كوكي عمل جايزة 10,000 جنيه. مساء الخير. كوكي؟ أنا مندوب شركة كوكي. عندك كوكي؟ كوكي؟ تعالي يا مدام، في واحد مندوب بيقول عندك كوكي. والله؟ مش معقول، ثانية واحدة. أيوة ده كيسي. مبروك يا هاني، كسبتي جايزة كوكي 10,000 جنيه، اتفضلي. متشكرين يا بيه. 10,000 جنيه كسبتيهم؟ 10؟ ها؟ 10,000 جنيه؟ التانية مش خسارة فيك. اه معقولة معقولة. عندك كوكي؟ كوكي؟ لا 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 مش كوكي ده، كوكي ده كوكي ده مسحوق غسيل. مش عاوزين. انا مش جاي ابيع لك يا هانم، انا جاي اديكي الجايزه. جايزه ايه؟ جايزه كوكي الكبيره، يعني لو عندك 10 اكياس من اكياس كوكي تاخدي جايزه كوكي الكبيره. استنى لما اشوف لك. يا خسارة، والنبي ما بستعمل غيره، بس العلب راحت في الزبالة. مش عارف أقولك إيه بصراحة، أنت ما شاء الله كده يعني بينك مليانة خير، وأنا استريحت لك. شوفي أنا هديك الجايزة وكأني لقيت عندك أكياس كوكي بالظبط. أه اتفضلي، جايزة كوكي الكبيرة 10,000 جنيه، اتفضلي. معقولة؟ يا وش السعد يا عمر. الحلاوة بقى، الحلاوة تستاهل. أيوة الحلاوة. مشكرين. عندكم كوكي؟